يقترب من لحظة حاسمة في التاريخ السياسي الأمريكي، هي لحظة تتجه فيها أنظار العالم كله إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل 4 سنوات لتعرف من هو ساكن البيت الأبيض المنتظر. سباق شرس ومثير بين دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، هو سباق يحتدم في أمطاره الأخيرة، يزداد إثارة وتشويقا وسخونة على إيقاع ناخب أمريكي يرى أن صوته يمكن أن يغير حياته للأفضل وأن يغير حياة العالم في صندوق الاقتراع. هي الدراما السياسية الأكثر تشويقا في العالم، وكأن باختيار رئيس أمريكي جديد تتحدد مصائر شعوب ومستقبل دول. تشير معظم استطلاعات الرأي أن القضايا الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة أولويات الناخب، الأوضاع الاقتصادية، التضخم، زيادة الأسعار، ملف الهجرة، الحقوق والحريات. وكأن لسان حال المواطن الأمريكي يقول لنا: لن أمنح صوتي إلا لمن يحسن معيشتي للأفضل. ما الذي يريده الناخب الأمريكي؟ سؤال نطرحه مع حضراتكم في هذه المساحة الخاصة من تغطيتنا للانتخابات الأمريكية.